مرحبا بكم. يوجد حول العالم العديد من الكائنات الحية الغريبة والمخيفة التي تنال إعجاب ودهشة الكثير من الناس، ولحسن الحظ بعض من الصيادين استطاع صيد هذه الأسماك، وهذا ما كان يسبب دهشة للكثير منهم. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نشاهد معا بعضا من هذه الأسماك. سمكة لها فمين. اندهش الجميع حينما تم نشر هذه الصورة لهذه السمكة التي كان لديها فمان، ولكنها كانت تعيش حياة صحية عادية. وعندما تم نشر هذه الصورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نالت إعجاب الكثير من الناس، ولم يستطع أي من العلماء الوصول إلى تفسير هذه الحالة الغريبة. ولكن يقول البعض أنه من الممكن أن تكون قد تعرضت إلى هجوم من قبل واحدة من الأسماك، والبعض الآخر يقول أن التلوث البيئي من الممكن أن يكون واحداً من الأسباب التي أدت إلى هذا الشيء. سمكة التنين. استطاع أحد الصيادين في مياه ألاسكا صيد هذه السمكة التي كانت تشبه التنين، وهي تعتبر واحدة من الأسماك الجذابة التي تمتلك أعيناً كبيرة للغاية. كما يقال أن طول هذه السمكة يتعدى المترين، وفي الحقيقة أن العلماء لا يعرفون الكثير عن نوع هذه السمكة. كما يقال أن طعم اللحم الخاص بها غير لذيذ، ولهذا فهو لا ينال إعجاب الكثير من الناس. حورية البحر. يقول الكثير من الناس أن حورية البحر تعتبر من المخلوقات والكائنات غير الحقيقية، والتي لا توجد بالفعل في الواقع. ولكن ما حدث في إندونيسيا نال إعجاب ودهشة الكثير من الناس، حيث أنه في عام 2018 يقال أن مجموعة من الصيادين استطاعوا صيد هذه السمكة، وانتشر حينها أنها حورية البحر. ولكن في الحقيقة إن هذا الشيء كان عبارة عن تمثال تم نحته من قبل واحد من الرسامين، وهذا يعني أن القصة غير حقيقية ومفبركة، وأن مثل هذه الكائنات لا توجد بالفعل في المياه. أفعى ثعبان البحر. تعتبر هذه الأفعى من نوع الأسماك المصاصة للدماء. أن الكثير من الناس يظن أن هذه الصورة عبارة عن صورة معدلة على برامج الفوتوشوب، وأنها تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، ولكن توجد هذه السمكة بالفعل في الواقع. ويقال أن هذا الصياد في هذه الصورة استطاع صيد هذه السمكة باستخدام السهم، ولكن كان يوجد كمية كبيرة من الدم عليها كما هو واضح في هذه الصورة. وباستخدام هذه الأسنان تستطيع هذه السمكة امتصاص كم كبير من الدم في جسد الفريسة. سمكة قرش المطرقة. تمكن أحد الصيادين من صيد هذه السمكة التي كان يصل طولها إلى 4 أقدام و26 بوصة. ومن المعروف أن هذه السمكة من فصيلة سمكة قرش المطرقة، ويقال أن عملية صيد هذه السمكة كانت تعتبر واحدة من العمليات الصعبة جداً التي تحتاج إلى وقت طويل. وعندما تم نشر هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندهش الكثير من الناس. تنين البحر. استطاع هذا المصور الأسترالي الجنسية التقاط هذه الصورة لتنين البحر الذي كان قد نال إعجاب الكثير من الناس، ولكن لسوء الحظ أن هذا التنين كان يوجد داخل كيس بلاستيكي بسبب تلوث المياه، وهذا جعل هؤلاء الصيادين والغواصين يحاولون تقديم المساعدة له عن طريق تحريره من هذا الكيس. وتم نشر هذا الفيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الحفاظ على المياه من التلوث حتى لا يضر الكائنات البحرية. سمكة الديناصور. استغرق هذا الأمر حوالي 30 دقيقة حتى استطاع هذا الصياد إخراج هذه السمكة من على عمق 792 متر، واندهش الكثير من الناس عندما تم رؤية هذه السمكة. وازداد الأمر دهشة عندما تم نشر هذه الصورة الخاصة بها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض كان يقول أنها واحدة من الأسماك النادرة أو المنقرضة، ويطلق عليها البعض اسم سمكة الفأر، حيث يقال أن طعم اللحم الخاص بها سيء جداً. سمكة كولا كانث. يقال أن هذه السمكة تعتبر من أقدم الأسماك التي تعيش على كوكب الأرض، ويقال أنها كانت تعيش في عصر الديناصورات لكنها انقرضت. ولكن في الحقيقة استطاع أحد الأشخاص اكتشاف هذا النوع من الأسماك الذي جعل الكثير من العلماء يدركون أنه لا يزال يعيش معنا في هذا العالم بعض من الكائنات التي كانت تعيش في عصر الديناصورات. ولهذا كان الاكتشاف واحدا من الاكتشافات المدهشة التي نالت إعجاب الكثير من الناس حول العالم. سمكة قرش قبيحة المنظر. يطلق عليها أيضا سمكة قرش العفريت،
وهي تعتبر واحدة من الأسماك المخيفة جداً. يقال أن طول هذه السمكة كان يصل إلى 6 أقدام، كما يقال أنها كانت تعيش على عمق 914 قدم. وفي خليج المكسيك استطاع أحد الصيادين صيد هذه السمكة، حتى أن الصياد قال أنه طوال هذه السنين التي كان يعمل فيها في هذه المهنة لم يتمكن من صيد أي سمكة تشبه هذه السمكة من قبل. صيد السمكة من الشرفة. بسبب الحجر الصحي الذي يعيش فيه الكثير من الناس بسبب فيروس كورونا، استطاع هذا الشاب شراء سنارة حتى يتمكن من صيد الأسماك من الشرفة التي يعيش فيها. ولكن بالرغم من أنه يوجد على ارتفاع عدة طوابق عن سطح الماء، إلا أنه بالفعل استطاع صيد هذه السمكة في مشهد مدهش للغاية. وبالفعل تم نشر هذا الفيديو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما نال إعجاب الكثير من الناس حول العالم، حتى أن البعض كان يحاول تطبيق هذه الفكرة من أجل القضاء على الملل. رجل قام بصيد مختلف الأسماك. هذا الرجل الذي كان يتجول في العديد من البلاد حول العالم استطاع صيد كم كبير جدا من الأسماك، وذلك بعد أن استطاع السفر إلى مختلف الدول الأخرى حول العالم، حيث سافر إلى حوالي 63 دولة وحوالي 137 ولاية. ويقال أنه اصطاد حوالي 1800 سمكة، ومن خلال العديد من الصور كان من الواضح له أنه استطاع صيد مختلف أنواع الأسماك حول العالم. وهذا يعني أنه استطاع وضع أرقام قياسية جديدة في صيد مختلف أنواع الأسماك من مختلف الأماكن بكميات كبيرة جداً. نصف سمكة القرش الخطيرة. في يوم من الأيام على أحداث هذه السواحل، استطاع هذا الصياد صيد هذه السمكة الغريبة التي كان من الواضح أنه استطاع صيد نصفها فقط. فهذا يعني أنه من الممكن أن تكون السمكة قد تعرضت إلى الهجوم بعد أن شبكت في هذه السنارة، ولهذا اندهش الرجل بعد أن قام بتصوير هذه السمكة ونشر هذه الصورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا جعلها واحدة من أغرب عمليات الصيد التي تمت حول العالم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.